السلام عليكم، معاكم ماجد العيدي من اكسترافا جيمينج، واخبار اليوم وايد مشوقة ووايد حلوة، واللي يحب E3 خلي يتابع ويكلي اليوم. ونبدي اخبار هذا الاسبوع مع شركة سكوير اينكس، وبالتحديد لعبة كينغدم هارت 3 اللي كان لها حدث مميز في اليابان اسمه D23. وبهذا الحدث شفنا دعاية جديدة حق اللعبة مدتها 4 دقائق. في هذه الدعاية شفنا وايد اشياء. اول شيء شفنا عالم جديد هو عالم مونستر انك، شفنا اسلحة جديدة كان ابرزها الماجيك ستاف اللي يسوي حركات سحرية وايد قوية، وشفنا هم سمن جديد حق ليتل ميرميد تسوي اعصار مائي. وبعد ما خلص الحدث اجتمع مخرج اللعبة تسوي نامورا مع الصحافة وكلمهم عن اللعبة، وقال انه هو حاط استوديو طوكيو واستوديو اوساكا داخل الشركة يشتغلون على اللعبة، وهم وظفوا 100 موظف جديد عشان يضمنون ان اللعبة تخلص في 2018. لكن لما سألوه عن التاريخ قال راح تشوفون التاريخ في E3. طبعا قبل ان ننهي هالخبر، انتو شفتوا الجرافيك بالدعاية، يمكن قلتوا الجرافيك مو قوي، لكن سكوير انكس تقول لكم ان ترى هذا لحين شغل ما خلص، work in progress، لا تحكمون على اللعبة الحين، شوفوا الشغل النهائي. والخبر الثاني من استوديو روكستار، والخبر ينقسم لقسمين. القسم الاول يخص لعبة جراند ثيفت اوتو 5. طبعا جراند ثيفت اوتو 5 توهم اعلنوا انها باعت 90 مليون نسخة. يتخيلوا اللعبة نازلة 2013 وباعت 90 مليون نسخة، ب 2017 بروحها باعت 15 مليون نسخة. ولما المحللين جمعوا الارقام وشافوا اقوى سوق حق اللعبة كان هو السوق البريطاني، اللي لما حسبوها 1 من 6 اشخاص يعيشون ببريطانيا يملكون اللعبة. والقسم الثاني بالخبر يخص Red Dead Redemption 2، اللعبة اللي راح تنزل طبعا في 26/10 القادم، وقالوا الاستوديو انهم بيسوون قسم اونلاين كبير حق اللعبة مشابه حق GTA اونلاين، وانه في احتمال اذا الجمهور طالب يسوون باتل رويال مثل لعبة ببجي. انتو ايش رايكم، تبوها تصير مثل GTA اونلاين وتسوي لك بيت وتشرك حصن ويكون لك هم قرية، او تبونها بس يعتمدون على السنجل بلاير؟ اعطونا رايكم في الكومنت تحت. والخبر الثالث من شركة مايكروسوفت، ومع النجاح الباهر للعبة ببجي اللي اعلنت مايكروسوفت انها باعت 4 ملايين نسخة على الجهاز، وفوق هذا كله مايكروسوفت تشجعت وراح تنزل نسخة خاصة من الاكس بوكس 1S مو الاكس مع لعبة ببجي، ويكون حجم الميموري 1 تيرا بايت. صراحة ببجي وايد قوية ومايكروسوفت تستاهل هذا النجاح، لكن انتو تفضلون تلعبون ببجي على الكونسول او على ستيم؟ قولونا بالكومنت تحت. الخبر الرابع يخص استوديو CD Projekt Red اللي سوانا لعبة The Witcher، والخبر يقول انهم اخيرا سجلوا اسمهم كشركة راح تحضر E3 القادم، وهذا الشيء حمس وايد ناس لانهم يشتغلون على لعبة Cyberpunk 2077، فاذا هم بيحضرون هذا المؤتمر فمن طبيعي راح يعرضون هذه اللعبة. طبعا اللي لحن ما سمع عن اللعبة، تخيلوا The Witcher بس على جو مستقبلي، مثل The Witcher بالضبط، مثل طريقة اللعب، مثل ميكانيك، لكن بدلا نروح حق العالم القديم والخرافي نروح حق عالم المستقبل والخيال العلمي. صراحة أنا جدا متحمس حق E3 لأن راح أعرف متى راح تنزل Kingdom Hearts 3، وهم راح أشوف لعبة CD Projekt جديدة Cyberpunk 2077. والخبر الأخير يخص حبيب الجماهير كراش بانديكوت، فبعد نجاح لعبة كراش بانديكوت تريلوجي هذا الشيء شجع شركة أكتيفيجن وايد وخلاها تحط خطة ل5 سنوات قدام من ألعاب كراش بانديكوت، فالمتوقع نشوفهم كراش باش أو كراش كارت، من يذكرها كراش السيارات كانت وايد حلوة. وفوق هذا كله طلع تقرير مسرب من شركة اسمها GBI إن كراش بانديكوت تريلوجي راح يتم إصدارها على جهاز البي سي وأيضا السويتش، وإنه راح يكون في إعلان جدا قوي حق اللعبة في E3 القادم. صراحة عودة كراش بانديكوت حمستني إن اللعبة مثل سبايرو هم ترد. أنتو شنو في عندكم ألعاب قديمة ودكم تشوفونها تنزل مرة ثانية؟ عطونا رأيكم في الكومنت تحت. كان معاكم ماجد العيدي، وقبل ما نروح حق آخر الإصدارات يعطيكم العافية على حسن المشاهدة ومع السلامة.